الشكل الجديد من أشكال الأكمام اللي هنتعلمه مع بعض النهاردة بنسميه كم الجرس أو كم المروحة. كم بسيط جدا وسهل جدا، بس في نفس الوقت شيك جدا وجميل جدا، وبيستخدم في ملابس البيت، يعني في قمصان البيت وفي قمصان النوم. هننفذه مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا، بس في نفس الوقت صحيحة 100%. زي ما احنا شايفين قدامنا ده كم للملابس الكاجوال، انا رسمته وقصيته بالطول اللي يناسبني. الناس اللي لسه مبتدئة او الناس اللي تحب تطلع على طريقة عمل الكم، هتلاقوا عندكم في صندوق الوصف فيديو بيشرح طريقة قص وتركيب الكم بكل انواعه. وزي ما احنا شايفين قدامنا انا رسمة الكم بحيث اكون عارفة فين الامام وفين الخلف، وعاملة كمان حساب حق الخياطة من الجنبين وعاملة حساب التانية. بعد كده هجيب المسطرة بتاعتي واخد خط في منتصف الكم بالظبط، يعني في منتصف المسافة دي. بعد كده هقيس من المكان ده 4 سنتي واعمل علامة، وبعدين 4 سنتي، وبعدين 4 سنتي، وبعدين 4 سنتي، يعني هقسم المسافة دي 4 سنتي 4 سنتي 4 سنتي للنهاية، ومن الجهة التانية اعمل نفس الحاجة واخد خط بالمسطرة بالشكل ده. انا بعمل خطوط متوازية مع بعضها زي ما احنا شايفين. بعد كده هجيب المقص بتاعي وهبتدي اقص على العلامات دي، بس بدون ما اوصل للنهاية. بعد كده هجيب القماش بتاعي وهبتدي افرد الكم زي ما هنشوف مع بعض. بعد ما ثبتت الكم بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بحيث المسافات دي كلها تبقى قد بعضها، هعمل ايه؟ هبدأ اشف. بعد كده هنفك الدبابيس واعمل علامة في المكان ده علشان اعرف الامام بتاعي اهو، وبعدين هنقص.
بعد ما قصيت الكم بالشكل اللي احنا شايفينه ده هبدأ اقفل المكان ده. بعد كده هنركب الكم مع بعض. وده بيكون شكل الكم بتاعنا بعد ما خيطناه في قطعة الملابس. بتهيألي دلوقتي عرفنا ليه بنسميه الجرس، علشان هو مقفول ومتخيط بالشكل ده بيدينا شكل الجرس، اما هو مفرود بيدينا شكل المروحة. يا رب يعجبكم. كم سهل وبسيط جدا وبنحتاجه كتير جدا في ملابس البيت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وتكون حلقة بسيطة وجديدة وخفيفة واضافت لمعلوماتكم الجديد والمفيد في نفس الوقت. نتقابل تاني على خير قريب إن شاء الله. والسلام عليكم.